يعطيكم العافية يا شباب. حنحكي إن شاء الله اليوم بالمايكروبيولوجي بشابتر 2. هذا الشابتر بيحكي على البكتيريا السل، بيحكي على الخلية البكتيرية. الخلية البكتيرية هي تعتبر أبسط أنواع البروكاريوتك سل، الخلايا بدائية النواة. وهاي الخلية من اسمها بروكاريوت بدائية النواة سميت بدائية لعدم احتوائها على الغلاف النووي، لأنها ما بتحتوي على الغلاف اللي بيفصل ما بين محتويات النواة وما بين محتويات أو ما بين العضيات الأخرى اللي موجودة داخل الخلية. هاي الخلية تتكون ببداية بالجزء الخارجي يطلق عليه اسم السلول، وهو عبارة عن الغلاف الخلوي. هذا الغلاف الخلوي يغلف الخلية البكتيرية ويحميها من جميع ما يحيط حولها، فهو عبارة عن الجدار العازل اللي بيفصل ما بين محتويات الخلية الداخلية وما بين محتويات الخلية الخارجية. بعض أنواع الخلايا البكتيرية ممكن تحتوي على كبسول، وهاي الكبسول ممكن تكون كطبقة إضافية وظيفتها تقديم الدعامة والحماية لزيادة للخلية البكتيرية. بعض أنواع البكتيريا ممكن تكون تحتوي على الفلاجيلا. الفلاجيلا هي عبارة عن هذه الشعيرة اللي موجودة هون، ووظيفتها هي الحركة. تحتوي أيضا على شيء يطلق عليه من سميه إنكلوجين. الإنكلوجين هي عبارة عن فاكيول، حويصلات يمكن أن يتم تعبئتها وتخزين المواد فيها. تحتوي على رايبوسوم، والرايبوسومات في الخلية البكتيرية تختلف عن الرايبوسومات عند خلايا جسم العائل. فأهم العضيات التي تتميز فيها الخلية البكتيرية اللي موجودة بالخلية البكتيرية وغير موجودة عند جسم العائل، أو يوجد اختلاف بين خلية البكتيريا وخلية العائل، هي السيل وول. الخلية البكتيرية تحتوي على سيل وول، بينما خلية جسم العائل، خلايا الأجسام اليوكاريوت، تحتوي على سيل ممبرين. ونوع الرايبوسوم اللي موجود بهاي الخلية البكتيرية، السب يونت المقصود فيها. البكتيريا هي تعتبر عبارة عن living unicellular organism. كلمة unicellular هي عبارة عن كائنات حية أحادية، يعني كل خلية بتعيش لحالها. يطلق عليها مصطلح اسم prokaryotic cell. prokaryotic cell هي عبارة عن خلايا بدائية النواة أو غير حقيقية النواة، لاحتوائها أو لعدم احتوائها على غلاف يفصل ما بين محتويات الخلية، يفصل ما بين محتويات النواة وما يحيط بهذه النواة. شو هي الأورجانيلز اللي بتختلف الخلية البروكاريوت عن اليوكاريوتك سيل؟ يعني الخلايا حقيقية النواة بماذا تختلف عن الخلايا بدائية النواة؟ أولاً presence of rigid cell wall، وجود جدار خلوي صلب that support the cell and give it a defined shape، بيعطيها شكل وبيعطيها دعامة وحماية. فالخلية البكتيرية تحتوي على cell wall، بينما خلية اليوكاريوت تحتوي على cell membrane. النقطة الثانية، الخلايا البكتيرية it has one chromosome، تحتوي على كروموسوم أحادي، بينما خلايا اليوكاريوت تحتوي على more than that. مثلا خلايا أجسامنا، إحنا أجسامنا هي عبارة عن مثال على خلايا يوكاريوت. خلايا أجسامنا تحتوي على 23 زوج من الكروموسوم. ثلاثة، lack membrane bounded organelle، بعض العضيات أو بعض الأغلفة والأغشية غير موجودة عندها، زي مثلا it has no nuclear membrane، ما في عندها غلاف نووي. It has no mitochondria، ما في عندها الميتوكوندريا، والميتوكوندريا هي عبارة عن مصانع الطاقة في الخلايا. بالنسبة للأناتوميكال ستراكتشر اوف بكتيريا، شو هو الشكل التشريحي إذا بدنا نتفرج على الخلية البكتيرية؟ موست بكتيريا حجمهم يقاس تقريبا من 0.2 ل 2 مايكرومتر ان دايمتر، وبهمني إنه إحنا نحكي إنه حجم البكتيريا يقاس بالمايكرومتر، سواء كان 0.2 وصولاً إلى 2 مايكرومتر. 3 basic bacteria shapes، في عنا 3 أشكال رئيسية للخلايا البكتيرية. الشكل الأول يطلق عليه اسم كوكاي، كروية. الشكل الثاني يطلق عليه اسم باسيلاي، عصوية. والشكل الثالث يطلق عليه اسم سبايرل، حلزونية. فعندي 3 أشكال، كوكاي أو كوكس كروية، باسيلاي أو باسيلس هي عبارة عن العصوية،
والشكل الثالث هي عبارة عن السبايرال، هي البكتيريا الحلزونية، اللي هي البكتيريا السبايرال حلزوني، أو عفوا ماخذ شكل اللي هي الهيليكال. البكتيريا الارينجمنت ان كاركترستكس، ترتيب هاي الاشكال كيف ممكن يكون؟ ممكن تكون على شكل ستافيلوكوكاي، على شكل مكورات عنقوديه زي عنقود العنب بتكون شكلها، او بيكون شكلها على شكل ستريبتوكوكاي، بتكون مرتبه زي المسبحه، بما انها كوكاي يعني كرويه، كرات مصفطه ورا بعض زي اللي هي خرزات المسبحه، أو ممكن تكون دايبول، دايبول يعني عبارة عن كل خليتين مع بعض، أو بيكون شكلها على شكل التشاينيز لتر، بتكون ماخذة شكل غير منتظم، هي الريجولار ارينجمنت، بيكون شكلها غير منتظم تشبه إلى حد ما الأحرف الصينية. هون بنرجع كمان مرة بنعيد كلمة الكوكاي، الكوكاي هي عبارة عن البكتيريا الكروية زي هاي وزي هاي وزي هاي، هذه عبارة عن كوكاي. الخلايا الرودز اللي هي الباسيلاي هي عبارة عن خلايا عصوية زي هذا الشكل اللي موجود هون، والسبايرل هي عبارة عن الخلايا اللي بتكون ماخذ الشكل الهيليكال الحلزوني، هاي هي عبارة عن السل واللي بتكون ماخذ شكل اليوني سيلولر بكتيريا. نحكي على الستركتشر اكسترنال تو سيل وول، ايش هي الاعضاء او العضيات اللي موجودة خارج السلول، الجدار الخلوي. اولا بعض انواع البكتيريا ممكن تكون تحتوي على كبسول، والكبسول وظيفتها تقديم الدعامه والحمايه لزياده للخليه البكتيريه اللي بتكون موجوده عليها. الكبسول هي عاده عباره عن بوليساكرايد او عباره عن بوليبيبتايد، بوليساكرايد او بوليبيبتايد، هذا البوليساكرايد والبوليبيبتايد وظيفتها الرئيسيه إنها تحمي هذه الخلية البكتيرية على شكل، أو تحميها من أي نوع من أنواع الخلايا، أو تحميها من أي نوع من أنواع المواد اللي ممكن تكون موجودة فيها. So وظيفتها الرئيسية هي عملية protection the pathogen من أي phagocytosis، من أي عملية خلايا بلعمة، or allow the attachment to the surface، بتسهل عملية ارتباط هاي الخلية البكتيرية. Some bacteria، بعض أنواع البكتيريا ممكن تحتوي على هاي الكبسول، على هاي طبقة الحماية أو الدعامة لزيادة، هذا النوع من البكتيريا يطلق عليه اسم capsulated. بعضهم ما عنده هاي طبقة الحماية والدعامة فيطلق عليها اسم not capsulated أو acapsulated، تكون لا تحتوي على هاي الكبسول. النوع الثاني هي عبارة عن الفلاجيلا، والفلاجيلا هي عبارة عن خيوط long filament، هي عبارة عن خيوط ليفية طويلة، وظيفتها الرئيسية مساعدة الخلايا البكتيرية على الحركة. إذا وجدت بالخلايا البكتيرية، هاي الخلية البكتيرية بتكون موتايل، بتكون خلية بكتيرية متحركة. إذا ما وجدت بالخلية البكتيرية بتكون non motile. فالفلاجيلا هي عبارة عن long filament and it's used for motility، وظيفتها الرئيسية الحركة. فالبكتيريا either motile or non-motile، ممكن تكون خلايا بكتيرية متحركة، وممكن تكون عبارة عن non-motile بتكون غير متحركة. الموتيليتي of spirochetes by axial filament، عملية الحركة لإلها بتصير عن طريق axial filament، عبارة عن فيلمنت، عبارة عن زي ألياف بتكون أكزيال عمودية. الأورجان الرابع اللي ممكن يكون موجودة بالخلية البكتيرية على السطح الخارجي، ممكن تكون موجود عندها البيلاي، أو اسمها الثاني الفيمبريا. البيلاي هي عبارة عن زوائد يطلق عليها زي الزوائد الشوكية، بتكون موجودة على سطح الخلية البكتيرية. عادة هي بتكون موجودة على جرام نيجاتيف بكتيريا. They help cell to attach to surface، هدفها الرئيسي، وظيفتها الرئيسية إنها تتصل أو تلتصق على السطح، and وظيفتها الرئيسية الثانية بتساعد بعملية الجيناتيك ماتيريال ترانسفيريشن، نقل المواد الوراثية من خلية بكتيرية إلى خلية بكتيرية أخرى. طبعا في عنا هلأ بالنسبة للأجزاء اللي موجودة السيل ممبرين، في عنا أنواع مختلفة عفواً للسيل وول بالخلية البكتيرية. أول جزيء هو عبارة عن السيل وول، وهو عبارة عن الغلاف الخلوي
اللي بيكون موجود خارج الخلية البكتيرية. بمحاضرات سابقة كنا حكينا إنه أنواع الخلايا تقسم either لجرام بوزيتيف أو جرام نيجاتيف، وكنا حكينا عن جرام بوزيتيف ونيجاتيف هي عبارة عن experiment، صبغة أضفناها على الجدار الخلوي على السلول، then هذه الصبغة تم غسيلها، العملية الوش أوت لإلها، انغسلت بإيثانول وانغسلت بمي. إذا احتفظت الخلية البكتيرية بلون صبغة جرام نيجاتيف اللي هي اللون البيربل اللون النهدي يطلق عليها اسم جرام بوزيتيف، وإذا الخلية البكتيرية فقدت هذا النوع من الصبغة يطلق عليها اسم جرام نيجاتيف. كنا حكينا كمان بمحاضرات سابقة ليش معناته الخلية البكتيرية نوع منها بيكسب الصبغة أو بحافظ على الصبغة ونوع تاني بيخسر الصبغة، بناء على اختلاف محتويات السلول، بناء على اختلاف محتويات الجدار الخلوي. عادة سمك الجدار الخلوي بيكون من 1 لـ25 مايكرومتر. هذا الجدار الخلوي سراوند البلازما ممبرين، يغلف من الخارج للبلازما ممبرين، وظيفته الرئيسية هي حماية الخلية وعزل الخلية، يعني عزل داخل الخلية عن خارجها. So it protects the cell from any change in osmotic pressure، على أي تغيير بصير نتيجة التغيير، نتيجة تغيير أي ضغط ممكن تتعرض له الخلية البكتيرية، أو نتيجة اختلاف بالضغط الإسموزي ودرجة الملحية أو درجة الميديا اللي هي مقدار ملحية الميديا الوسط اللي موجودة فيها هاي الخلية البكتيرية. Chemically the cell wall consists of peptidoglycan، عادة السيل وول يتكون من peptidoglycan. peptidoglycan هي عبارة عن sugar زائد amino acid. من gram positive بكتيريا، أهم ما يميز الجرام positive بكتيريا وهي اللي ساعدت البكتيريا gram positive على الاحتفاظ بالصبغة جرام هي عبارة عن التايكوليك أسيد. وجود كمية من التايكوليك أسيد هي اللي ساعدت الخلية البكتيرية على المحافظة تحديداً للجرام بوزيتيف على الاحتفاظ بصبغة جرام. بينما جرام نيجاتيف المادة الرئيسية اللي موجودة فيها هي تحتوي على طبقات عالية جداً ومتكررة جداً من الليبيد. Gram negative bacteria they have lipopolysaccharide، تحتوي على polysaccharide جزيئات سكرية دهنية، تحتوي على phospholipid lipoprotein، تحتوي على البروتينات دهنية، وتحتوي على لبيدات مفسفرة. فالجرام negative bacteria أهم ما يميزها احتوائها على طبقات عالية من المواد الدهنية lipopolysaccharide والphospholipid واللipoprotein layer surrounding كل يحيط في حولها البيبتيدوغلايكان. هاي الطبقات من الدهون كمية الليبيد العالية اللي موجودة هون هي اللي مسؤولة for gram negative reaction، هي اللي مسؤولة عن فقدان الصبغة نتيجة تعرضها أو نتيجة الاكسبرمنت اللي صارت على هاي الخلية البكتيرية. يعطيكم العافية.